السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان تعمل زوم على جزء معين، مجرد ان انت تدوس عليه مرتين يبدأ يعمل زوم على الجزء دوت. ممكن بس تعمل مرتين على دوت يبدأ يعمل عليه زوم، تمام؟ اي جزء تدوس عليه مرتين بيبدأ يجيب لك الجزء دوت. طيب لو عايز تشوف الشكل كله، اي حتة فاضية تدوس عليها مرتين يبدأ يجيب لك الشكل كله. ولو ما ضايقكش الشغل الكتير اللي حوالين المبنى دوت، ممكن تيجي هنا وتقول له فوكس، ما تشوفش حاجة غير المبنى. تقدر تعمل زوم من خلال البقرة مثلا على سبيل المثال، تدوس على جزء مرتين يعني بدا يعمل عليه زوم، او تدوس على علامة الاكس ديت عشان ترجع وتبدأ تشوف القوائم اللي هنا.